احنا عندنا المشروع تاعنا الاساسي والاكبر هو انه يكون عندنا حافله. نعم. يعني بعد التجربه هذه وبعد خروجكم لقيتوا باللي يلزمكم ربما وسائل معينه مثل الحافله اللي كنا نحكوا عليها. صح، كنا نحكيوا عليها. حنايا واش يقدر يعاوننا؟ حافله تكون مهيئه بالوسائل الطبيه، حافله واحده، وان شاء الله بلوطار يكون عندنا نزيد اخرى، ولكن تكون عندنا حافله فيها المستلزمات الطبيه وين تكون مستوصف متنقل هكذا باش نقصوا على روحنا، باش تولي سهله علينا باش ننظموا قافله طبيه نولوا نمشوا باسكو خاطر مناطق الظل ماشي غير في الصحراء. الناس تخيل باللي مناطق الظل غير في الصحراء، هي كاين مناطق هنايا في الهيضه في الشمال، وكاين مناطق في وسط الجزائر في الشرق ولا في الغرب وين ما كاش ثاني، ما عندهمش اطباء، ما كاش مستشفيات وما يقدروش يوصلوهم. دونك حنايا ماذا بينا تكون عندنا هذه الحافله باش نقدروا نتنقلوا بها بالاطباء اللي عندنا ونروحوا نديروا قافله، والهدف تاعنا ان نجوبوا ان شاء الله كل ولايات الوطن باذن الله.